برج الحمل، الأمور جيدة، ما تزال تؤثر عليك يا مولود الحمل، لكن عصبيتك قد تضيع عليك هذه الأجواء في الصباح. في فترة ما بعد الظهر احذر من سوء تفاهم قد يحصل بينك وبين من تحب، وبخاصة إذا كان من مواليد برج الميزان أو الحوت. برج الثور، الأمور المربكة التي رافقتك منذ اليومين الماضيين في طريقها إلى زوال يا صديقي الثور، ولكن عليك بإمهالها لفترة الظهيرة، وبعدها ستشعر بالقوة والنشاط والثقة في قراراتك ومشاريعك، كما أن شعبيتك تطغى على الآخرين وقد يسمع ضحكتك بكثرة في المساء. برج الجوزاء، الأمور تسير كما ترغب برتابة وسرعة، ولكن فجأة يتغير كل شيء وتهب الرياح الهوجاء. احذر يا مولود الجوزاء من انفعالاتك، وحاول السيطرة عليها كي لا تفقدك النجاحات التي عشتها في الأسبوع الماضي. في المساء يجري تغيير على مواعيدك. برج السرطان، كثير من الضغوطات تواجهك في العمل، لكنك تقوم به بكل يسر وسهولة وبابتسامة أيضا. الأمور العائلية قد تأخذ الكثير من وقتك في الظهيرة، أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء فتكتشف أنك قد قمت بعمل مواعيد كثيرة لهذه الليلة، ما قد يوقعك في موقف محرج مع أحد أصدقائك أو مع حبيبك، فحاول أن تخرج نفسك من هذه الورطة. برج الأسد، ما تزال في صدارة الأبراج يا مولود الأسد، وقد تجد ذلك في العمل وتؤثر على غيرك بكلامك وأسلوبك المقنع. في فترة ما بعد الظهر تركز أكثر على علاقتك العاطفية التي أصابها بعض التدهور في الأيام الماضية، وفرصة جيدة لإصلاح الوضع أيضا. العائلة قد تأخذ القليل من وقتك في المساء لموضوع مهم قد يطرح. برج العذراء، عزيزي العذراء، حتى ترتاح عليك باجتياز ما تبقى من العاصفة التي أثرت عليك في بداية هذا الأسبوع. الأمور تتحسن في فترة ما بعد الظهر، لكن ضغوط العمل تبقى قائمة بشكل كبير. المساء جيد لمناقشة بعض الأمور العاطفية، وبخاصة مواليد 23 إلى 27 آب أغسطس. برج الميزان، قد يغرك هذه الرتابة في العمل والتي تعيشها في صبيحة هذا اليوم، فاحذر هذه، ما هي إلا خدعة من الفلك ليفاجئك بيوم قاس بعض الشيء، وبخاصة منذ فترة الظهيرة. احذر المبادرات وراقب كلامك الذي قد يخسرك الكثير أمام المقربين منك. برج العقرب، عليك الاهتمام بأفراد العائلة أكثر وإعطائهم بعض الوقت الذي يريدونه منك، لأن اليوم قد يشهد بعض الأحداث العائلية المهمة. الإشاعات قد تدور حولك، وقد يتهمك أحد زملائك أو رئيسك بالعمل بشيء لم ترتكبه، ما يجعلك منزعجا بعض الشيء. برج القوس، يوم فيه أكثر من شكل يا عزيز القوس، ولكن الشيء الأهم هو أنه قد توكل إليك مسؤوليات عديدة في فترتي الصباح والظهيرة، تجعلك في دوامة لكنك تبدع في القيام بها. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر ببعض الكآبة والملل من الروتين الذي تعيشه، ما يدعوك إلى الخروج من العمل مبكرا. برج الجدي، تهدأ حالتك الهستيرية مولود الجدي التي عشتها في الأيام الماضية، تبدأ بالتفكير بعقلانية أكثر وحكمة أكثر. لديك الكثير من التقدم والنجاح على المسار العملي، ما يزيد ثقتك بنفسك ويبعد عنك الشكوك التي ساورتك في الآونة الماضية. أما في فترة المساء فعليك الحذر في كلامك مع الآخرين وبخاصة حبيبك. برج الدلو، عليك باحتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم يا عزيزي الدلو، فمزاجك وصحتك أيضا ليسا بجيدين. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن بشكل طفيف، لكنك تشعر بالفرق عن اليومين الماضيين. أما المساء فهو جيد للجلوس مع العائلة والتناقش ببعض الأمور. مواليد 12 إلى 18 من شباط فبراير هم الأكثر توترا. برج الحوت، عليك بأن تستعجل أمورك اليوم وتعمل على تنفيذها في الصباح قبل أن تواجهك المشاكل والعراقيل منذ الظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فإن المشاكل غير المتوقعة تبدأ بالتأثير عليك ووضعك بمزاج لن تحبذه أبداً.